متوقع ان هناك اخبار تروج عن هروب اللاعب ريكي. اللاعب ريكي ما كاينش هروب، راه قال الرئيس في الجمله. اللاعب ريكي كانت عنده ظروف جد خاصه وانسانيه ملي كان في التربص ديال تركيا، عنده مشكل ديال التاشيره ديال الزوجه ديالو، هو خد التاشيره والزوجه كاين شي عراقيل، مسائل جد معقده عندهم في الكونغو، زائد ان الثلاث ايام الاخيره البنت ديالو اصيبت بواحد الحرق، راه كاين الصور ولكن لا يليق نشرها نظرا للمسائل اللي هي عنده في المستشفى. كنتمنوا له الشفاء ويرجع عن قريب ان شاء الله، تنتمنوا انه يرجع وحنا الفريق محتاج ليه. يعني اللاعب مروان الهدهودي سمح في مبلغ ديال 120 مليون سنتيم، يعني باش ينتقل الفريق راجع. انا كنجزم ما كاين حتى شي حاجه في هذا الموضوع، هذه اشاعات. كنشكرك على هذا السؤال، انا قريته في فيسبوك اليوم، قريته في دي باج اللي ما عندهمش مصداقيه ومنهم مواطنيه كاع، هذا كذبوها من بعد. هذا ودي ما كاين حتى شي مفاوضات رسميه مع فريق الرجاء، هادشي كله اشاعات. ودي من حق الرجاء الطمح، كي حنا عندنا استراتيجيه الهدودي، هو لاعب باقي عنده عقبه الدفاع والان كيركز المقابله المقبله. هذه خطط للتاثير على الفريق. الهدودي لاعب لحد الان هو فريق الدفاع الحسن الجديد، ولكن الفريق يبقى للجميع، الا كان شي لقب ولا كان شي حاجه راه كيبقى للمدينه، ما كيبقاش لشي اسم. دوام الحال من المحال. الاهم هو ان هاد الناس وخصوصا قلت مجموعه من المرات القاصره منهم انهم ينتابهوا هاد الاسلوب ديال لي فوكونت ولي فوباج والمسائل الشخصيه. هذا عنده قصر، هذا كيبني، هذا كيدير، هذه امور، هذه زعما سيبيانيه.